اللي يهمني جدا في مسألة الدفع بالقطاع الخاص للأمام أو في الصدارة هو إن إحنا تبقى بنيتنا التشريعية جاهزة لده. جاهزة لده يعني إيه؟ يعني جاهزة له من حيث التحفيز والتشجيع، وجاهزة له من حيث المراقبة وجودة وكفاءة وفاعلية تنظيم العلاقة. دي أهم حاجة. طيب إحنا في مصر زي ما حضراتكم أكيد عرفتوا، أو الريس وجه بده، جه بعد كده الدكتور مصطفى مدبولي أعلن بأنه هيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل، بداية من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من سنة 24. 18 قطاع اقتصادي، 32 شركة. طيب هيطرحوا ازاي؟ بيع يعني خصخصة؟ لا، هنا بقى ده اللي أنا بقوله لك. الدولة لما تفكر بالمظبوط تطلع نتائج بالمظبوط، فتقول والله احنا هنطرح في البورصة أو للمستثمر الاستراتيجي. طب يعني إيه المستثمر الاستراتيجي؟ المستثمر الاستراتيجي ده بيخش يشتري الشركة، وبيخش يشتري حصص كبيرة في الشركة. أما في حالة المستثمر الاستراتيجي فده بيبقى قصة تانية، ده بيخش بيقول يا جماعة أنا هاخد نسبة مثلا 4% من الشركة، 5% من الشركة، 10% من الشركة، 25% من الشركة. هو ده المستثمر الاستراتيجي. فاللي هيحصل في ال 32 شركة اللي نازلين، اللي بيشكلوا أو اللي بيعكسوا نشاطات اقتصادية في 18 قطاع، هتبقى كده. 18 قطاع دول فيهم إيه؟ فيهم القطاع المصرفي، ثلاث بنوك مهمة، بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي. خد بالك بنك القاهرة والعربي الإفريقي الدولي دول بنكين أنا بحبهم أصلا بشكل شخصي، بحبهم جدا يعني تاريخيا طول عمري، ما أعرفش ليه طول عمري ده بجد والله من وأنا صغير. يبقى أنا عندي ثلاث بنوك كبيرة مهمة نطرحها في البورصة أو للاستثمار الاستراتيجي. طيب دولة رئيس الوزراء بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة من بين الشركات عندنا شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهما شركة وطنية وشركة صافي. أنا عايزهم يفضلوا زي ما هم، بس ده أنا. في النهاية القائمين على الدولة أدرى مني بمصلحة هذه الدولة، بيبقوا شايفين الصورة الكاملة مما لا شك فيه. بس أنا بتغلب عليا انحيازاتي الفكرية، أعمل إيه طيب؟ خلونا هنا ناخد على التليفون دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا بسعادتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. وكنا عاوزين نستفهم منك على هذا الطرح، أهميته، مردوده، ونشرحه أكتر برضو للمشاهدين. حضرتك أقدر مني على الشرح في مسألة الطرح في كأسهم في البورصة أو أمام الاستثمار الاستراتيجي. بداية كده يعني كلمة طرح معناها ببساطة زيادة رأس المال اللي موجود في السوق. عظيم. يعني احنا عندنا في السوق حوالي 197 شركة مقيدين في البورصة وليهم أسهم والناس بتتداول عليهم. حلو. الرقم ده هيزيد بمقدار زي ما حضرتك تفضلت في التقرير انه هيزيد بمقدار 32 شركة، يعني هيبقى عندنا الرقم ده قابل للزيادة ل 32 شركة خلال عام، وممكن يزيد أكتر من كده لو السوق كان فيه سيولة وكان في حالة من الرواج على حسب الظروف الاقتصادية اللي هتكون موجودة. حلو. طيب هيكون منهم موجودين 7 شركات على الأقل خلال الست شهور اللي جايين، يعني بالبلدي كده ببساطة السيزون بتاع الطرح وبتاع الأسهم دي هيكون موجود في شهر 9. هيكون بداية الحكومة طرحت الإجراءات، وضحت رأس المال بدأ يتحرك في السوق، في سيولة جديدة دخلت السوق، هيحصل نوع من الرواج مع سبتمبر المقبل. يعني الطرح ده هيشتمل 3 اتجاهات. الاتجاه الاول
انه من الممكن ان الدوله تكون او الحكومه تكون بتمتلك شركات فتطرحها لاول مره. الطرح هنا هيشتمل جزء او كل على حسب، على حسب الدراسات هتقول ان الشركات دي من الافضل انها تطرح بشكل كامل للمساهمين ان هم يشتروا الاسهم بتاعتها سواء كانوا مساهمين عاديين او استراتيجيين. جميل. او هتعمل نوع من الطرح العام مع الخاص، يعني هيكون في الحاله اللي زي كده يطرح نسب من رؤوس أموال هذه الشركات لمستثمرين استراتيجيين مع إبقاء نسبة للطرح العام اللي هم موجودين في البورصة اللي ممكن أنا أو حضرتك أو أي حد من السادة اللي بيسمعونا يشتروا ويعملوا محافظ استثمارية ويقدروا يحققوا منها أرباح كويسة جدا. طيب الطرح الأخير أو الصورة الثالثة هي زيادة رأس المال اللي موجودة عن طريق مستثمرين استراتيجيين بيخشوا يزودوا راس مال اللي موجود، مش بيشتروا من الاسهم اللي موجوده للشركه، لا ده هم بيزودوا راس مال اللي موجود ويدخلوا هذه النسبه. الهدف من النقطه دي هو ايجاد اداره جديده ونمط من اداره القطاع الخاص لبعض الايه الشركات اللي بتحتاج تطوير اداري الى اخره من الامور الاداريه اللي ممكن تحقق ارباح فيما بعد. طب ده كلام عظيم جدا. طب ده بالنسبه للمسامح الرئيسيه، ده كله بيدور تحت اطار وثيقة ملكية الدولة. أيوة. ببساطة الدولة تبين للعموم هي بتمتلك إيه من الأنشطة الاقتصادية الـ 18 وبتتخلى عن إيه من هذه الأنشطة الاقتصادية بهدف تعزيز وجود القطاع الخاص، إن القطاع الخاص هو اللي يقود المرحلة اللي جاية. ماشي. هنا بقى هيبقى عندي سؤال، مفترض انه كل الشركات او الشركات اللي الدولة هتبدأ تنزلها في الربع اللي احنا فيه ده واللي هينتهي في نهاية مارس هيتم الاعلان عنها في الجرايد وفي الجرايد يعني القومية زائد الجريدة الرسمية، وبالتالي نبدأ نشوف احنا هنشتري الاسهم ازاي. ده معناه انه، وصححني لو انا غلطان، انه مثلا افترضنا ان انا هنزل شركة صافي ما كانتش موجودة في البورصة قبل كده. نعم. ففي الحالة دي يبقى انا هطرح صافي للاكتتاب العام. نعم. صح كده؟ وارد ان بعض الشركات تطرح للاكتتاب العام عشان هي اول مرة زي ما حضرتك تفضل، وقد يطرح جزء من اسهم هذه الشركات لمستثمرين استراتيجيين، يعني الحالتين مطروحين. هل ممكن اعمل الحاجتين على نفس ذات الشركة يا دكتور فرج؟ اطرح جزء اسهم وجزء استثمار استراتيجي؟ وارد جدا بعض الشركات بتحتاج زياده راس مال. راس المال اللي هتحتاجه الشركات دي مش متوفر بالرقم اللي مطلوب مع الافراد، مع المؤسسات الصغيره، فبيحتاج ان هو مستثمر كبير يقدر يخش بنسب 5% و10% و20% الى اخره، بالاضافه الى ان هو يطرح جزء من الاسهم اللي موجوده في هذه الشركات للعام، طرح عام، بحيث ان هو يوزع المخاطر ويزود السيوله اللي موجوده في السوق، ده امر طبيعي وامر جيد جدا يعني. طيب ده عظيم جدا، انا اصلي اتذكر كان من حوالي 3 سنين او اكتر شويه كانت حتى ارامكو السعوديه عملت نفس القصه، طرحت اسهم لزياده راس المال للاكتتاب وكانت مطروحه وقتها للمواطنين السعوديين اولا قبل ان تطرح للعرب او الاجانب، وحققت ارباحها فيما بعد ذلك. نعم، هو بالتأكيد عملية الطرح أو زيادة الشركات المطروحة في البورصة بتعزز من السيولة اللي موجودة في السوق، بتدي فرصة للناس اللي عندهم أموال أو مدخرات ومش عارفين يودوها فين، خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الفايدة الحقيقية. زي ما حضرتك عارف أن الفايدة الحقيقية هي عملية خصم معدل التضخم اللي موجود من سعر الفايدة اللي موجود في البنوك. أيوه. وبالتالي بيدي فرصة كويسة جدا الناس اللي ممكن تكون ضحية لمثال المستريح والقضايا المشهورة جدا. صح. وبمليارات اللي احنا بنسمع عنها موجودة من أسوان لحد اسكندرية، بنسمع عنها كل فترة أموال للناس بتضيع وحقوق بتضيع في مقابل انه وعود وهي، بينما في حالة الطرح هتكون في اعتقادي هي فرصة جيدة جدا للناس اللي عندها أموال وحابة ان هي تستثمرها استثمار طويل الأجل. استثمار في البورصة ببساطة معناه أن حضرتك بتشتري أسهم في شركة كذا وشركة كذا، يعني بشتري نصيب في الشركة مالك. بشتري منها حتة. بالضبط كده، مالك للشركة، مالك بنسبة كذا، بنسبة. صح. الأسهم المملوكة أو بنسبة الأسهم اللي موجودة في المحفظة بتاعت حضرتك.
عشان كده هو يعني خيار جيد جدا. ويعني خلال الفترة اللي جاية هتشهد البورصة نشاط قوي جدا، وهنشوف أرقام حلوة جدا في مؤشرات السوق. إذن دكتور فرج، تنصح الناس بأن هم يخشوا في هذا النوع من الاستثمار؟ يعني إحنا زمان أيام الجامعة كانوا يقولوا لنا أول ما شركة تنزل اكتتاب اجري هات أسهم فيها بسرعة. وأبرز في شركة خاصة بالاتصالات بخدمات المحمول والتليفون عموما، مشهورة جدا، شركة مصرية لها مازالت الحكومة بتمتلك فيها جزء، وتم طرحها في 2000 على ما أتذكر 2005، وهي أبرز مثال على الطرح. شوف سهمها كان بكام أيام ما نزلت السوق، ودلوقتي سهمها بكام، شوف توزيعات الأرباح بقت بكام. لا، أرقام كويسة جدا. ويعني أنا أرشح اللي عنده أموال وعنده مدخرات إن هو يستثمرها. وقدامنا حالة من الاثنين، الحالة الأولانية لو هو فاهم يعني إيه سوق ويقدر إن هو يدرس الأسهم اللي هو يشتريها فيقدر يشتغل على المحفظة بنفسه. الحالة الثانية إن زي ما حضرتك تفضلت في التقرير، شركات الوساطة وبيوت الخبرة المسجلة والمقيدة في هيئة سوق المال لديها من الخبراء ولديها من صناديق الاستثمار اللي ممكن تدير الأموال في ضوء دراسات قوية جدا، وتجنب المخاطر وتجنب الخسائر تماما، بهدف الوصول إلى أفضل عائد ممكن لأصحاب المحافظ اللي ما عندهمش خبرة إن هم يدخلوا بنفسهم ويشتروا ويبيعوا في السوق. عشان كده أنا أرشح اللي عنده جزء من مدخراته وحابب إن هو يخش في الشركات اللي هتنزل دي، فرصة كويسة جدا. هيشوف الأسهم بتاعته دي بعد سنة وبعد اتنين الأرقام بتاعتها تتضاعف، بالاضافه طبعا انه بيبقى فيه ربح سنوي اللي هي توزيعات الارباح السنويه اللي بتقرها الشركات، فدي هترجع في شكل عوائد مباشره في المحفظه بتاعه المستثمر الصغير او المستثمرين الافراد يعني. طبعا انا بشكرك جدا يا دكتور فرج، كل الشكر لدكتور فرج عبد الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريع.